خويا المشكل ديالي انا خدام مع واحد الشركه قابضه واحد المشروع ديال ملكي بالمالك، هاد سي تسمى داك محج ملكي، تنهدموا هاد الديور اللي اهلي للسقوط هنا في المدينه القديمه ديال كازا. هاد الناس هادو عندي انا خويا بان مدينه كامله تعرفني 4 سنين وانا مع هاد الناس خدام معاهم، هما ما عمرهم شي صفيو معاك كاع، تتبقى الفلوس ديالك تتراكم عندهم. من جمعات لي واحد 7 مليون و40 ألف عندهم، قلت لهم تحاسبوا معايا عطاونا رزقي، ما بغاوش يعطيونا رزقي، فالتالي بغاو يديروا معايا واحد الحل. جاو تلاقاونا في الزنقه على برا، عطاونا واحد الوثيقه انجليزي، هذيك الوثيقه تثبت عليك بانك تقاب متسلم رزقك فلوسك متسلمه. انا ما بغيتش انجليزي، قلت ما يمكنليش انجليزي، ما نسنيش عليها اخويا، حيت لسنيت عليها غير كلوني، بغيت انا حقي وعاد نسني لهم على الوثيقه. من ما بغيتش ميت راجع للخدمه بالموتور، حيت وقع لي الحادثه في 2:15 النهار، كنا في وسط الخدمه وما عيطوا لي، ماشي قالوا لي اجي عندنا البيرو، حنا البيرو راه كاين. هو قال لك اجي تلاقاني لديك واحد الزنقه تيقولوا لها كارتي كوبا، فاش مشيت لتما يلا وقفت بالموتور مد لي الورقه، قال لي واش انايا غنعطي غنجاليزي ورقه على فلوسي وانا ما شاديه، فاش ما بغاش نجاليزي لهم ما رديت له الورقه وتميت راجع مع الطريق. بقاو تابعيني تيكلاكسوني بالطوموبيل، انايا ما نكذبش عليك خفت لا نوقف يحيدوا لي الورقه، بقيت غادي بالسرعه، فاش تميت غادي بالسرعه بقاو مزيريني في الطريق، فزيروني لويت خرج ليا واحد الدري صغير في الطريق، هربت على الدري تشتت انا والموتو صافي، تضربت وقع لي نزيف داخلي وما هربوا بالطوموبيل. مول هذاك المدير صيفط واحد لتما العلم كان قبل لا يوصل للمخزن، فاش وصلوا للمخزن شنو قال له؟ راه كان جاي بوحدو مع الطريق، فهمتيني؟ وهو فاش شم جاي مع الطريق راه خرج له الدري الصغير وهو يهرب عليه وهو يتشتت. والعلم هما السبب في هذا المشكل هذا. وليت بقيت في الطبيب، بقيت مريض في الطبيب، واقع لي نزيف داخلي كنت مغيب، ضربت 10 أيام في الطبيب. الدراري اللي خدامين معايا كانت عندي جروب فيها 8 دخل مساكن واقفين معايا في الطبيب هادي، ما بغاوش يحيدوا حدايا وانا مغيب. فالتالي شنو داروا؟ ما بقاو الخوف اللي بقاو طالعين للطبيب تيقولوا له هاد الناس نزيف داخلي راه قليل اللي تيعيش منه، نطلبوا من ربي يدير له خير. شنو داروا هما؟ جاو خرجوني من الطبيب وانا مغيب، وداوني البراكه سدوا عليا، فسدوا عليا بقيت تما واحد 8 أيام. حتى واحد الدراري مساكن هزوا التليفوني وصوناو على والدي طلعوا لعندي، فاش طلعوا الوالدين ديالي عندي لقاوني مغيب. فقت انا ما عرفت اش يلعب، عاد بداو تيحكيوا لي الدراري، فاش فقت بديت تنعالج راسي وطلبوا مني في الطبيب السكانيرات وطلبوا مني الدوايا، وبقيت تنتابع داك الشيء. جا عندي المدير قال لي ما تقولش شي لعبه، انايا غنرضيوك في هذا الشيء هذا ونعطيوك حتى فلوسك. عاود بغاو يديروا لي نفس المشكل، بغاو يسنيوا لي على ورقه، مي ما بغيتش نسني عليها، قلت هاد الناس ربما ظالمين، راه نطلع عند مول الشي. طلعت عند مول الشي البير وتا هو متفق معاهم، تا هو بغى يسنيني على وثيقه، مي ما بغيتش نسني عليها، دفعني من الدروج د البير وهبطت. كاين تما واحد الكوميساريه مشيت بوانسيت به، قلت لهم بان هذا السيد جاي نطلب حقي، راه دفعني من البيرو تيقول لي نعيط للمخزن نقول لهم تهجمتي عليا. جيت انايا عاود هوت بحالتي الفاس، بقيت تنكمل العلاج ديالي. فاش طلعت فاش بغيت نتابعهم من تما، قال لي وكيل الملك ديال مدينه فاس قال لي ما يمكنش خصك تطلع للبلاصه اللي وقع لك فيها الحادثه، تما خصك تتابعهم. فجيت دابا نتابعهم من هنا اخويا، بداو تيهددوني فهمتيني؟ حيد من المدينه، ما تعمرش المدينه، حيت انايا من هنايا مكلف باش نتابع القضيه ديالي. وبقاو تيهددوني بالقتل، وانا كاتب النيابه العامه الرباط ودافع الوكيل الملك ديال فاس، هو اللي عطاني امر باش نجي لكازا نتابع القانون ديالي. وما لحد الان هو قبايل الصحافه واقفه معايا، وواحد فيهم صونع عليا تيقول لي في الرق، قلت له انا في المدينه، قال لي ممنوع تدخل المدينه، دا هادي حيد راه باغيني يقتلوك، راه مبيكين عليك. قلت له انا اللي ما قتلنيش الله ما كاينش اللي يقتلني، انا حقي ما غنتنازلش عليه واخا يكون ليك. وهاد الناس اخويا
راه كيما تصرفوا معايا انا راه تصرفوا مع عددهم بزاف د الناس اللي تعداو عليهم وما دايرين واحد المافيا الشي يديروا راه منهم هاد الناس هادو متابعين قضائيا من عند القضاء السلطه تتقلب عليهم وهم مخبعينهم وتيهددونا بهم فهمتيني تهديد اللي هضر تيسبقوا عليه اللي هضر ولا هضر غير على حقه بقى تيسالوا تياكلوا الناس في عرق كسافو وهاد الشركه هادي راه حرام تبقى هنايا باش نقول دابا حنايا فين ما الدور في شي بلاصه يجيو يبداو يهدوك باش انت تخرج انا ما غنخرج لهمش انا ماشي هو داك الناس هذوك الناس لا خافوا على راسهم مشاو انا ما تنخافش انا تنخاف من اللي خلقني انا نبقى معاهم حتى الاخر المطاط يقتلوا يديروا اللي بغاو المهم حنا لا كنا في دوله قانونيه راه هما غياخذوا بعين الاعتبار يعيط يستدعيوا هاد الناس ويعطيونا حق وعندي شهود وعندي ادله بانني انا تنسال هاد الفلوس كامله وهاد الواتساب 7,40,000 اخويا راه فيها 13 اقامه وجوج اقامات وحدين اخرين هما 15 اقامه هما في وسط المدينه ندي قطعه بقطعه مطيحهم والقطعه اللي دخلنا لا غيقولوا لك الناس اللي ساكنين في ديك الدربه هذا السيد فعلا خدم هنا وراه هو اللي كان مسير لهم هذا الشيء هذا انا اخويا تنطالب بحقي وهاد الناس هذا نتبعهم قانونيين حيت كرفصوا عليا واش انا اخويا واش انا اخويا ضيعت فلوسي في الطبيب كامل على الراس ديالي اللي مضروب فيه وبسببهم هما وفي نفس الحال الان طالبين لي ليرين في الراس ديالي حيت سيضرب فيا الشمس الشندور راه طالبين لي ليرين اخويا واش انا عندي المستطاع ليرين وهاد الناس ما بغاوش يعطوني حتى حقي باش نتعالج علاش شنو هو السبب هاد الناس هادو شنو هضره جوج يقول لك نعيط لك للبوليس هما زعما راه غيدوروا مع البوليس يخلعك بالشهر بنت من هنا انا راه ما يخلعني لا البوليس لا بنت شي حاجه حيت انا على حق انا ما ظلمت حتى شي واحد ما ديت حتى شي واحد كانت في كرشي العجينه ما غنوليش لهاد الارض ولاني انا تنتحداهم وما غنتفكش معاهم على رزقي ونزيدك نقطه اخرى حنا في الدوله انا ما بغيتش نتجاهل هاد البلاد باش ما نكذبش عليك انا اقسم لك برب العالمين نجبد لك وثائق دابا عندي صاحبي في الصبليون قال لي لوح لي الدوسي ديالك لوح لي التصاور ديالك غيدفعهم لشي جمعيه وديك الجمعيه غتكلف وما بغيتش انا قلت له حش لا حنايا واش نتجاهلوا بلادنا نعطيو لوحدين اخرين بقاو يدافعوا علينا من اللي حنا هنايا غنطالبوا بحقنا وما غنخرجوش لهاد الناس من هنا واخا ما يبغيو يكرهونا في هاد البلاد باش غنخويو راه ما غنخويوهاش وما غيكرهوناش فيه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma